بيان رقم 46 الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 هذا الاثنين الأول من يونيو كالآتي: 46 عينة تم فحصها، 2 من الأقاليم سجلت حالات جديدة مندول وسلة، 12 إصابة جديدة سجلت، 1 في أنجمينة و4 في جيرا و1 في لوغون الشرقي، 1 في شري الأوسط، و3 حالات في كانم، وحالة في مندول، وحالة في سلة. 48 حالة شفاء ليرتفع العدد الكلي إلى 539 حالة. حالة وفاة وعدد الوفيات 66، 185 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 من مارس 790 حالة، من بينها 207 امرأة. والأقاليم المصابة هي انجمينة 719، البطحاء 3 حالات، جراء 12 حالة، كانم 15 حالة، البحيرة 5 حالات، لوغون الغربي 12 حالة، لوغون الشرقي 5 حالات، مندول حالة، مايكوبي شرق 3 حالات، شري الأوسط 4، سلة حالة، والداي 6 حالات، ووادي فيرا 7 حالات. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية للمواطنين للهدوء والتضامن واحترام القرارات والإرشادات، بالأخص التباعد الاجتماعي، وفي حالة ملاحظة علامات مثل الحمى والكحة والعطس وصعوبة التنفس الاتصال بالرقم المجاني 13 13. المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شوا أوشومي.